يسعدني اليوم إطلاق آلية الثانية هي تأسيس مركز دبي المالي العالمي. عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رؤيته لمركز دبي المالي العالمي، حدد معالم مشروع طموح يلزمه العمل الدؤوب وتكاتف الجهود بين مختلف الدوائر الحكومية. ولتحقيق هذه الرؤية حرصنا على أن نوفر لشركائنا منصة مثالية للنمو وبنية تحتية متكاملة تمكنهم من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الناشئة. تماشياً مع استراتيجية المركز الهادفة لنصبح أحد المراكز المالية الرائدة عالمياً، وصلنا مسيرة النمو والنجاح وكلنا طموح وتطلع، وسرعان ما تمكنا من تلبية احتياجات السوق في ظل الشراكات وعلاقات التعاون الناجحة مع طيف واسع من العملاء والجهات الحكومية. بثقة وثبات وتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي، عزمنا في مركز دبي المالي العالمي على تحقيق النجاح المستدام البعيد المدى وتأسيس مكانتنا كوجهة عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية. ونظراً لتسارع وتيرة أعمالنا وأنشطتنا وفق خطة رئيسية تهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات بين كافة شركائنا وتقديم تجربة متميزة في مركز دبي المالي العالمي، تعزى نجاحات المركز المتعددة في قدرتنا على استشراف المستقبل وسرعة التعامل مع المتغيرات من حولنا، مدعومة بمنصاتنا القانونية والتنظيمية وثقة العملاء الراسخة بالمركز، فضلاً عن بيئة عمل فريدة تشمل 22 ألف شخص يعملون في 1750 شركة تضم أكبر وأهم المؤسسات في القطاع المالي وغير المالي. كما أن التزامنا بكل خطوة ومع كل إنجاز بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله لتحقيق الريادة في أعمالنا حتى نصبح وجهة مالية عالمية لها ثقلها على الصعيد العالمي. وقد دفعنا هذا النجاح إلى إطلاق المزيد من المبادرات التي تعزز مجتمع أعمالنا وتوفر السبل اللازمة لتحقيق الازدهار. It gives me great pleasure to announce that today we are launching a new $100 million fund to help establish, grow and upscale startup and growth stage fintech firms. كل هذه الإنجازات ما هي إلا بداية الطريق، فنحن لازلنا نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات المستدامة. والآن ونحن على مشارف المرحلة المقبلة من مسيرتنا، نود أن نقدم لكم لمحة سريعة حول بعض خططنا المستقبلية. مرتكزين على استراتيجية راسخة، سنحلق في آفاق بعيدة وسنبني جسوراً من التعاون وتوسيع نطاق الأعمال بتركيز على الممر الجنوبي الجنوبي. ومن خلال تعزيز التعاون مع شركائنا وعملائنا الاستراتيجيين، نهدف إلى تحقيق مكانة غير مسبوقة على الصعيد المالي العالمي، مدفوعين بثقتنا وإنجازاتنا وأدائنا المتميز.
سنمضي قدماً مواصلين نشر قيمنا والسعي لخدمة عملائنا وتطوير خدماتنا في مختلف القطاعات المالية. فالقوة الدافعة لما نحققه من نجاحات تكمن في طموحاتنا وتطلعاتنا ورؤيتنا المشتركة. ولا زلنا في ظل القيادة الرشيدة والدعم المتواصل لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نتطلع قدماً لمواصلة نجاحاتنا وتحقيق كافة جوانب تلك الرؤية الثاقبة، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. أهلاً بكم في مستقبل يجمعنا.